أستاذة بوسي، أستاذة سارة، أستاذة مي، هم اللي هيكملوا المشوار، وهذا الإرث الرائع اللي هم يعني خدوه من المشوار الطويل جدا 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 بتاع الأستاذ نور. أنا بقول لهم إحنا محتاجينكم، ومحتاجين تثبتوا بجد إن أنتوا من أهم ومن أحسن الأسر الفنية اللي موجودة في مصر، وعايزين نشوف بجد أعمال، وعايزين نشوف شغل، وعايزين نشوف حاجات تحسسنا الأستاذ نور الشريف موجود، لأن هو موجود بأفلامه وموجود بفنه وموجود بفكره وموجود بدعمه لكبار مخرجينا النهاردة اللي كانوا في بداياتهم وقت ما اشتغل معاهم. كل اللي حقدر أقوله إن إحنا فقدنا شيء ثمين جدا جدا جدا، وأتمنى انه يبقى في زيه، مع انه مش هيتكرر تاني، ناس من الناس العمالقه زي امثال الاستاذ نور الشريف. ما شلت بص عندكم العزا، كل بيت في العالم العربي عنده العزا ده، وهو كان على المستوى الانساني انسان كويس جدا. اشتغلت معاه مسلسل واحد بس العلاقه كانت بيه كويسه جدا، وكان بيساعد الناس ومن جوه قلبه ابيض جدا. ربنا يرحمه ويدخله في المسيح الجنه. الله يرحمه، وهو اسعدنا كتير والوطن العربي كله بيحبه، وهو في رحمه ربنا دلوقتي، ونقرا له الفاتحه ده اهم حاجه، وندعي له بالرحمه. نور ده من الفنانين اللي لا يعوضه، نور قيمه وقامة كبيرة جدا مش هنقدر نعوضها تاني. قلبي معكم، قلبي مع العيلة كلها، ومع سارة ومي، وكفاية الأستاذ نور الشريف ساب رصيد إنساني ما حصلش يعني. عمل عليه وربنا تولاه برحمته.